جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. يا رب فرحنا النهاردة، امين. اكتر حاجة تفرح الكنيسة حضوره، حضوره. لو جيت وقعدت ولقيت مكان حلو وسمعت ورنمت وسمعت وعظة حلوة وتأثرت ويمكن دمعت، لكن ما لمستش حضوره وتغيرت، انت خسره، خسرت كتير. فانا عايزك تصلي معايا النهارده، تقول عايز المس حضورك يا رب. زي ما بيقول المرنم، حضورك سر ايه؟ هو ده، مش طالبين غير حضورك. المس حضورك يا رب، المس حضورك. بصوا، حوالين المسيح كان في ناس كتير قوي قوي، لكن اللي لمسوه ولمسوا حضوره قليلين قوي. في يوم من الايام المسيح وقف وبص للشعب الكتير، قال لهم من لمسني؟ فالتلاميذ قالوا له انت بتقول ايه؟ قول مين كسرني، لانه كانوا بيقعوا عليه. قالوا له قول مين كسرني، مين خبطني، مين رزعني. ده انا يعني بقول كده من دماغي يعني. قالوا له حواليك ناس كتير قوي. قال لهم لا، في قوه، ايوه قولوا ايه، قوه ايه خرجت مني. فانا عايزك النهارده تلمسوا اللمسه دي، قوة تخرج منه ليك، قوة تغير قلب عبدك يا رب، قوة تقود عبدك ليفعل مشيئتك ويكون في مخافتك اليوم كله، قوة أقول بها أن أفعل مشيئتك يا إلهي. سررت وشريعتك فين؟ وسط أحشائي. يا رب تعالى باركنا النهاردة، تعالى دينا ليلة مباركة، ليلة من عندك. ارفع قلبك وإيدك أخويا وأختي اللي شايفني هنا وفي كل مكان، طالبين حضورك يا رب. سحابة مجد تغطي المكان اللي احنا فيه، سحابة، حتى لو سحابة قدر كف احنا موافقين، المهم يبقى في حضور إلهي في حياتي، حضور إلهي في مخدعي، حضور إلهي في كل كلمة أنا بسمعها. بحس إن إلهي هو اللي بيبعت ليا، هو اللي بيرسل ليا الكلمات. أقرأ معاكم من سفر أشعياء النبي إصحاح 53، بمناسبة الأيام العظيمة اللي احنا فيها، دخلت عيد الصليب أو عيد القيامة. احنا كنا بنحتفل بعيد الصليب الأيام اللي فاتت، ودخل عيد القيامة، عيد النصرة، عيد الغلبة، العيد اللي إبليس بيسمع اسمه بيتهز، لأن المسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وجرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا. بيقول الكتاب عن اسم المسيح، عن المسيح: محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكم مسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه،
كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. يا رب بنعظم دمك، بنعظم صليبك. يا عجبا كل هذا الحب، أحبني، أحبني لجاي بجلداته أنا للشفاء، أحبني فصار مجروح من أجل معصية، أحبني فذهب إلى الجلجسة مقالا عنه من أجل السرور الموضوع أمامه، استهان بالخزي والعار والحزن. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي في دل خاطئ نسلي. يا عجبا دار الحب اللي حبوهن يسوع. لو أي حد في الدنيا بيحب مش عارف يوصف لك الحب ده. امبارح مصر ومعرفش مين في العالم تاني كان بيحتفل بعيد الأم، ولما بسمع كلمة أم بحط مرادف ليها حب، لكن لما بقرأ التاريخ بكتشف إن كلام الكتاب صح، لأني بيقول في مراسي أيادي الأمهات الحنائن عملت ايه؟ طبخنا اولادهن. يرجع الله بنفسه يقول ان نسيت الام الرضيع فانا لا انسى. الحب اللي حبهوني خلاه يروح للصليب، الحب اللي حبهوني خلى دمه يتسفك على الخشبه، محصور انا في اللي عمله عشان خاطري على خشبه الصليب. حبيبي يا من لأجلي ذبحت وعني جرحت، ما دافعش عن نفسه حبايب، ما دافعش عن نفسه حبايب. وقف عسكري ولا خادم لطشه بالألم وهو واقف قدام رئيس الكهنة، كل اللي قاله قاله كنت فعلت راضي فاشهد عن الراضي. كنتش فعلت راضي تشتمني ليه؟ ضربني ليه؟ بتهني ليه؟ وتهان وذهب إلى الجلجسة مهان بأكثر الأماكن المؤثرة. في فيلم بتاع آلام المسيح مشهد العذراء وهي بتبص
على المسيح وهو بتجلد جلدات رهيبة، وهم جايبين ده في الكفن المقدس مكتوب كده ان اللي ضربوا المسيح زي ما موجود تقريبا في الفيلم بس بصورة أبشع شوية. اللي ضربوا المسيح كانوا اتنين، واحد كان ماسك ظهره، واحد كان ماسك كان أقصر منه وكان ماسك فخده، وكان ماسك ماسكين كرباج. الكرباج الروماني عبارة عن حبل فيه ثلاث أضلاع كده، ثلاث فتل، وفي آخره يا إما عظمتين يا إما رصاصتين، وكل ده كان نازل على المسيح بيجرح فيه. لكن أصعب جزء كده ما كنتش قادر أتحمل وأنا بشوفه، الجزء لما حتة عظم غرزت في جسم المسيح والراجل كان بيشدها وبتطلع باللحم. ده عشان مين؟ عشاني أنا، عشان أنا ما أفضلش في الخطية، ما أفضلش في العبودية، عشان أرجع تاني عند رجلين الإله الذي أحبني وعمل إيه؟ وأسلم نفسه لأجلي.
خلص. دي قصة أنا سمعتها وتأثرت بيها. قصة الفيلم خلص. بيقول واحد لما نزل الفيلم بتاع آلام المسيح، قال في الشغل اتجمعنا وقلنا نروح الشغل، نروح الفيلم ده. قال لما رحنا في زميلة لنا مش مسيحية، مسلمة ومحجبة، قالت طب ما تاخدوني معاكم. فقالوا لا اوكي، ده فيلم في السينما وممكن اي حد يخش. فراحوا بيقولوا رحنا في السينما اللي كانت في فندق السلام، حاجه في مصر الجديده كده اللي عارفها. وحضروا الفيلم وكلهم الثمانيه بكوا، والمسيحي والمسلم، وكل اللي شاف الفيلم بكى وتاثر جدا بالام المسيح. لكن اللي حصل بعد الفيلم ما خلص، طلعوا يقفوا بره كلهم، فواقفين السمع المسيحيين تحت شجره بيقولوا شفت الألوان كانت عاملة ازاي؟ وشفت الموسيقى كانت مؤثرة ازاي؟ شفت المشهد بتاع بطرس؟ وشفت المشهد بتاع العذراء؟ وهم بيتكلموا سمعوا صوت حد بيبكي. فبيبصوا تحت الشجرة التانية، لقوا الأخت دي اللي هي مش مسيحية واقفة بتبكي. فراحوا قالوا لها أنت بتبكي ليه؟ ده الفيلم خلص. بصت لهم كلهم كده قالت لهم الفيلم خلص؟ الفيلم خلص؟ هو اللي حصل ده بالنسبة لكم فيلم وخلص؟ قلت لهم لو المسيح بتاعكم عمل عشانكم كده وانتم مش حاسين باللي عمله، يبقى انتم ما تستحقوش هذا العمل الرهيب اللي قال عنه المرنم: لا لم أرى حبا أعظم وأقوى من حبك عملته فوق الصليب يا سيدي. خلينا نسمع ترنيمة دي في روح الصلاة. فوق الصليب يا سيدي اخترته طوعا، وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي اخترته. حين أسلمك لنا وعيرنا بطرس في
نستحي بك ننكرك بقطعتين بنا نحاسب باسم يهوذا نسلمك ونحن اليوم امام الناس نستحي بك ننكرك بقطعتين بنا نحاسب باسم يهوذا نسلمك ورغم ذاك نحن نرى انسى الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالكرباج الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالكرباج حاكموك عيروك حملوك صليب العار بين لصوص علقوك أيها القدوس البار حاكموك عيروك حملوك صليب العار بين لصوص علقوك أيها القدوس البار وقت ما نحب نقول الحق لازم نقول حاجة واحدة بس إن محدش له فضل علينا في الخلاص غير واحد بس يسوع محدش يستحق المجد مهما كان إلا يسوع مين موافقني هو دوله كل المجد هو ياخد كل المجد وحده أنا ما عنديش فيسبوك لكن بسمع كتير يقعدوا يتناقشوا هو ممكن حد يكون كويس وتقي وبيزكي وبيقدم أموال وبيصوم وصلي يخش السماء ممكن بس عن طريق حاجة واحدة بس عن طريق دم المسيح يعني كرنيليوس في أعمال 10 بيقول إنه رجل تقي بيعمل أعمال صالحة فالله ظهر له ملاك وقال له ابعت هات بطرس ليه يبعت يجيب بطرس بطرس لما جه قال أرى أن الله لا يقبل اللجوء بل في كل أمة من يتقي ويصنع البر هو مقبول لدي مقبول لكن لازم يعرف سكة الخلاص إنه ليس اسم آخر
قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع. وأنا بقول لكل حد من قلبي، اوعى تضل طريقك، مفيش سكة للسماء غير بيسوع. مهما كانت ديانتك، مهما كان فكرك، مهما كان لونك، مفيش سكة تاني غير يسوع بنعمته. اوعى تفتكر أعمالك ولا جهادك في أي اتجاه هيدخلك السماء. لا، المسيح ادانا السماء بدمه بنعمته. وما احنا بنجاهد ليه؟ بنجاهد بنعمته، عشان احنا بقينا ولاده، بقينا نجاهد عشان نشرف اسمه ونرفع اسمه. يبقى نجاهد بس جهاد قانوني، واحنا في اسم المسيح وعلى اسم المسيح، مش نجاهد عشان ناخد السماء. ترنيمة بتقول حبتني وشلت صليبك، ده اعلان عن ايه؟ عن ايه يا حبايب؟ عن نعمة غنية. عظموا نعمة الاله العظيم اللي فدانا وخلصنا.
مكتوب الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، واعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. اعترف ليكم قدامكم، كنت بصلي مع واحد ما كانش مسيحي، أنا كل طلباتي أرضية، يا رب استرنا وعزينا وباركنا، وصليت وتخيلت كده أن صلاتي هتبقى مؤثرة لي، هو اللي لسه جاي من مكان بعيد ده. ولما ابتدى يصلي يا حبايب أنا اتكسفت من نفسي، عينه ما نزلتش من على صليب يسوع وفداء يسوع وجروح يسوع. قلت احنا محتاجين، وابني الأسبوع اللي فات قال لي احنا ما بقلاش نقدر قيمة عمل الدم كفاية. واحد برضو ما كانش مسيحي لما لقانا كده قال لي انتوا حلكوا حاجة واحدة بس، قلت له ايه؟ قال لي تسيبوا المسيحية وبعدين ترجعوا لها عشان تعرفوا قيمة اللي انتوا فيه. بقت قصة وحكاية. في عدد من الترنيمة اللي هنرنمها دلوقت بيقول ايه؟ هبني أنسى سيدي ذاتي هنا. خلينا نروح للجلجسة ونسيب ذواتنا ونخلي أنفسنا. على فكرة أنت متخيل أن الخدام اللي واقفين قدامك دول؟ واو، بالعكس، بأمانة اللي سمعني إحنا أكتر ناس منفخين ومليانين ذات ومليانين كبرياء. بأمانة إحنا محتاجين صلاة أكتر من أي حد. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقك وأذاقني العنا. لكل حين أفتح
تروي كيف كان حبك، كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان حبك وثقتي وجراحي قد شفتها يتحكم عليه بالإعدام. وهو كان وسط 9 مبشرين وقف يصرخ لهم مش أنا مش ببشر. قال لهم مال أنت إيه؟ قال لهم هم كانوا بيبشروا وأنا كنت واقف بتفرج عليهم. فقالوا له معلش إحنا لازم نعدمك معاهم. فقال لهم إزاي؟ أنا ما عملتش كده. فابتدوا يدخلوهم في أوضة فيها زيت مغلي يوقفوا عليه. فصوت فواحد سمعه قال له ايه الحكايه؟ قال له انا ما بشرتش وما عملتش حاجه وهم بيمسكوا المبشرين بيدخلوهم في الاوضه اللي فيها زيت دي. قال له طب بص انا هدخل مكانك. قال له ايه انت اتجننت؟ قال له اعتبر ان انا اتجننت بس اتجننت بحب يسوع. قال له ايه؟ قال له انا ما استاهلش ان انا يحصل لي ده. اسالهم. فسالهم قال لهم ينفع هو يخش مكاني؟ قالوا له لو يرضى يخش. فقال لهم اه ارضى اخش. فدخلوه وقبل ما يخش مسك الراجل قال له بس عندي منك طلب. قال له امر. ده انت هتموت بدالي. قال له امشي في كل حته واعلن هذا الحب. فدخل الراجل يصوت من الزيت بصوت عالي والراجل مش مصدق ان هو نجا. فقال لك انا مش هعمل حاجه في بقيه عمري غير ان اعيش العمر كارزا، اعيش حياتي دي كارزا واقول في واحد راح للصليب مكاني، في واحد راح للموت بدالي، في واحد راح اتجرح مكاني. غمضوا عينيكم يا شعب المسيح وروحوا للجلجسة معايا وروحوا للجسد المقدس والدم الكريم اللي سفك عشاننا. ولا رب نروح نشهد عنك ونعلن انك حبيتنا محبة أبدية. سأعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب، مكرسا وعازما أتبعك حتى الصليب. سأعيش العمر كارزا I
الأعيان القلب انتخبك نصير فأنت حصني والأمان أتبعك حتى الصليب نظري ليس في العيان القلب انتخبك نصير أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب خلي حبيبي لا سواك أتبعك حتى المشي وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي آخر ترنيمة آخر ترنيمة حابب أسيبها معاكم وأقول قبلها قصة صغيرة عن واحد مريض قلب لما شافوه الناس قالوا له علاجك صعب شوية بس في طبيب في البلد الفلانية تركب قطر وتركب مواصلات كتيرة وتحجز يمكن بعد شهرين وثلاثة وتدفع مبلغ كبير وتروح للطبيب ده هيعالجك قال لهم يا ده أنا عبال ما أروح يكون قلبي وقف ومت في الليلة دي حصل مطرة شديدة والقطر تعطل في القرية اللي هم فيها ونزلوا الناس من القطر عشان الدنيا ساقعة يدوروا على أي بيت يستخبوا فيه فواحد خبط على بيت هذا الرجل قال له افتح لي قال له مين أنت قال له أنا واحد كنت في القطر والمطرة عليا وأنا اتمليت مطرة وجسمي اتملى مية افتح لي قال له أصل أنا تعبان وأنا مريض وأنا ما عنديش يعني إحساس إن أنا أقوم أفتح لك كده قال له ما تخافش أنا هساعدك ما تخافش أنت خايف مني ليه قال له مش حكاية خايف بس أنا مش عارف ما عنديش قدرة كده أقوم أفتح لك قال له لا ما تخافش تشجع عدت الليلة وتاني يوم الجيران بيجوا يخبطوا عليه قالوا له ألف مبروك ألف مبروك يا راجل احنا فرحنا لك قالوا فرحتوا لي ليه قالوا فرحنا لك ليه الدكتور اللي انت كنت هتروح له اخر الدنيا ما احنا عرفنا انه جه خبط عليك امبارح بالليل قال لهم ايه الدكتور اللي كان بيخبط عليا ده هو اللي كنت انا رايح له وقعد يبكي قالوا له مالك بتبكي قال لهم لاني ما فتحتلوش يا خساره سيدك بيلف على الابواب ويخبط خبط على قلبك وقلبي النهاردة للمنتهى أحببتني مريت علي يا رب تخبط لسه على قلبي لسه جاي بالغفران وجاي بالخلاص بتخبط علي عشان تدهوني يا رب أنا بفتح قلبي قول معايا بفتح قلبي وبقبل غفرانك ليا بقبل خلاصك وفدائك بقبل عمل دمك وصليبك في حياتي قول مر عليا وكان زماني زمان الحب ترجمة
أيها الآب السماوي، وأشكرك في اسم ابنك يسوع المسيح من أجل يا رب كل قوة وكل نعمة بالروح القدس تعطيها لهذا الاجتماع ليكون رسالة يا رب، رسالة توبة وتغيير وسلام للعالم كله. نطلب يا رب قوة تأييد لكلمة الأب الحبيب أبونا باسيليوس، نعمة يا رب من عندك مغيرة، رسالة يا رب، رسالة توبة لكل إنسان يا رب يسمع هذه الكلمة. يا رب نطلب نعمة الروح القدس لتغير وتجعل يا رب من هذه الخدمة خدمة مثمرة تعطي 30 و60 و100 في اسم ربنا يسوع المسيح، أمين. شكرا، شكرا للرب اللي احنا كنا بنرنم ليه اللي على خشبة الصليب ارفع هذا الإيمان، كسر كل قوة العدو، ومش بس هو صاحب السلطان ولكنه أعطى لكل من آمن بشخص الرب يسوع، أعطى له سلطان أيضا أن يدوس كل قوة العدو. أعطيتكم سلطانا، أشكر الرب لصاحب هذا السلطان حاضر الآن في هذا المكان. خلونا نشكر الرب على حضوره الخاص جدا هذا المساء. اسمحوا لي أخذ قراية سريعة من إنجيل القديس لوقا إصحاح 22، هاخد آية واحدة بس، آية 31. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. وقال الرب سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. والمجد لله دائما أبديا، أمين.
أنا بشكر الرب لأنه قبل ما تسمع الرسالة بتاعت النهاردة أنه أنت معك قوة الرب، وقبل ما تسمع الرسالة قل له يا رب أشكرك لأنه النهاردة يكون يوم مميز في حياتي، وأن النهاردة يكون يوم مختلف عن ما أنا تعودت أن أنا أعيش أيامي، وأن النهاردة يكون يوم أكثر فيه كل قيد كل عادة كل خطية. النهاردة يكون يوم أن أنا ألتقي بيك لقاء جديد. قبل ما تسمع الرسالة ارفع صلاة كده قلبية بسيطة، قول يا رب أشكرك، أنا بس بطلب منك يا رب أن تساعدني أن أفتح قلبي النهاردة وأن أسمع الرسالة دي بروحي، وأنه النهاردة أنت جبتني علشان تتقابل معايا. رسالة النهاردة رب بيقول لسمعان دي حقيقة، بينبهه الشيطان طلبكم لكي يغربلكم، ان في عايز يقول له ان في حرب للشيطان، ومش لازم ننكر ده، ولكني طلبت من اجلك ان معاك قوه، يعني ما اكتفاش انه يقول له ان عليك حرب وانه الشيطان بيحارب، لكن بيقول له انه ما تقلقش دايما هتلاقيني انا بسندك، بس انتبه انتبه ارجوك واديني اذانك لرساله اليوم. رسالة اليوم هي رسالة تحذير، رب بيحذر سمعان بطرس بيقول له خد بالك انتبه ما تستهترش، الشيطان بيطلب وبيحارب. رسالة اليوم هي رسالة تحذير أو احذر حرب الشيطان. أحبائي إبليس يعلم أن الهجوم المباشر، مش زي ما الناس بتفتكر أن الهجوم المباشر غير مجدي، الهجوم المباشر يعني إبليس مش هيجيلك يعني يقولك أنا بحاربك وأنا الشيطان وأنا يعني عايز أوقعك، لا، إبليس بيحاول أنه يكتشف نقطة ضعفك. واحد مرة بيسألني بيقول لي هو الشيطان بيعرف نقطة ضعف يعني؟ قلت له لا، بس أنا هوريك هو يقدر يعرفها إزاي، لأن الشيطان لا يستطيع أن يقرأ أفكارك، الشيطان ما يقدرش يعرف أفكارك، والشيطان ما يقدرش يعرف أنت عايز تعمل إيه. في ناس بتفكر أن الشيطان يقدر، لا، الله بس هو فحص القلوب، الشيطان ما يقدرش. فنشوف إزاي الشيطان بيحاول أنه يدور على نقطة ضعفك. نقطة ضعفك فين؟ نقطة ضعفك ممكن تكون في التجارة بتاعتك، في نقطة ضعف ممكن تكون في بيتك، في نقطة ضعف في ثغرة، ممكن تكون في خدمتك، ممكن تكون في حياتك الروحية. بعدين إبليس يبتدي ببساطة يعرض عليك بعض العروض المغرية، هي ما بتبانش حرب عشان نبقى صراحة، إبليس يعرض عليك عرض مغري. إبليس بيدور على ثغرة مش أكتر من كده. في ناس ما بتقفلش الباب، طب بتعمل ايه؟ تسيب الباب يقول لك يعني متوارب، له مفتوح وله مقفول، متوارب يعني يقول لك ما انا حسب التعبير البشري يقول لك يعني مرجع الباب كده شويه، لكن للاسف انه سايب ثغره. مش كده الكتاب بيقول لك لا تعطوا ابليس ايه؟ مكانا، ما تدلوش، هو مش عايز اكتر من مكان. طول الوقت ابليس ما بيتعبش، يجول كأسد زائر، قسمكم بيقول كده رسول بولس، ملتمسا من يبتلعه، طول الوقت يدور على ثغرة في حياتك. مش كده قبل ما تسمع الرسالة، لو في ثغرة في حياتك مش تحت الحماية مش محمية، كنت بترنم للصليب من شوية، لو في ثغرة في حياتك مش تحت الدم الرب، يعني الثغرة دي مش عندك حاجات كتير كويسة، كويس رائع، وعندك صلاة وعندك فضائل وعندك نوع من العلاقة مع الرب، بس للأسف ما هو بيقول كده الساكن في ستر العلي وفي ظل القدير يبيت. لو في حتة مش مستورة في حياتك وانت بتسمع الرسالة قوله يا رب أشكرك لأنه اليوم انت جايبني عشان تكشف ليا الحرب، وربما إبليس بيحاربني وانا مش واخد بالي،
والنهاردة يوم أنه تكشف خدعة إبليس، ويكون يوم يا رب أنك تفتح عيني وأن تكون في حياة جديدة معاك. أول رسالة عايز أقولها لك، قال الرب لسمعان: هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم. أول رسالة طلبكم، الإغراء، طلبكم بالإغراء. إبليس بيعمل إيه؟ إنه بيغريك. والإغراء دي حاجة معروفة في ممارسة الصيد. بيعمل إيه إبليس؟ ممارسة الصيد، الصياد بيعمل إيه؟ حط الطعم، صح؟ حط الطعم للفريسة، وبعدين فريسة تبتدي تفكر، شوف الطعم. وده اللي بيعمله إبليس معاك. أول حاجة يخليك تبتدي يعني يقول لك خد ودي، طب اسمعني، الإصغاء، يعني خليك عايز تسمع. وبعدين يقول لك طب مش هتخسر حاجة، طب شوف. وبعد ما شوف طب تفكر في الموضوع. عارفين إبليس بيعمل إيه؟ إبليس عايز، أنا قلت لك في أول الرسالة، إبليس مش بيقرأ اللي جواك، ما يعرفش يقرأ. إبليس بيعمل إيه؟ هو بيحط لك الإغراء ليه؟ هو إبليس عايز يشوف رد فعلك، أنت هتقاوم. هو ابتدي، هو يكشف الثغرة إزاي؟ الأول يحط لك حاجة مغرية، زي ما أنا قلت لك زي الصياد، حط الطعم ويبتدي يشوف، وشوف أنت مقاومتك إيه؟ مقاومتك ضعيفة في الحتة دي ولا لا؟ بس عايز أقول لك حاجة عشان أكون صادق معاك، يصعب كثيرا. كلكم تعرفوا إنه الصياد لما بيجي يصطاد سمكة بالصنارة، عندما تلتقط السمكة الطعم، حضراتكم شفتوا السمكة لما بتلتقط الطعم عارفين بيحصل إيه؟ كل ما تحاول تتخلص من الصنارة بيحصل إيه؟ تمسك فيها أكتر. مش كده؟ عايز أقول لك يا ريت تقفل الباب. إبليس ما حدش ياخد ويدي معاه. ما تجادلش، ما تفكرش. لما تجيلك الفكرة اقطع، لما تجيلك الحرب ما تاخدش وتدي. قاوم إبليس. إنك يعني ايه تقاومه؟ إنك ترفض على طول. هتاخد وتدي، عندما تأكل وتلتقط الطعم يبقى صعب. وعايز أقول لك بالصدق، نادرا ما ترى السمكة لما بيحط لها الصياد الطعم، هي مش واخدة بالها إن الطعم ده جواه السنارة، ما تاخدش بالها، هي بتشوف الطعم اللي موجود. أحبائي أرجوك تسمع الكلام ده كويس. عندما تقع في الإغراء للمرات الأولى، لما إبليس يقدر إنه يسيطر عليك، المرات التانية بتبقى أسهل. هي أول مرة بتبقى صعبة شوية. واحد في المرة الأولى أحيانا يكون مثلا يعني ما بيكذبش، أنا بدي مثل يعني بس مش قصد الكذب يعني. في المرة الأولى لما يكذب ضميره بيأنبه، ويحس إنه عمل خطية، ويروح البيت تعبان ويقول يا رب سامحني، وأنا حاسس يا رب إنه أنا قصرت في العلاقة معاك، وياخد ودي مع الرب. أول مرة بقت الكذبة صعبة، تاني مرة بقت مشي مصلحة، تالت مرة بقت سهلة. هو ده اللي أنا بقوله لك، عندما تقع في إغراء إبليس المرة الأولى تبقى سهلة، المرات اللي بعديها بتبقى سهلة خلاص. واحد لسانه لا ينطق بكلمة سيئة، أنا بدي أمثلة بس مش قصتها، وبعدين يبتدي يتفوه بكلمة سيئة. في الأول يقول لك إزاي يعني، إزاي تخرج؟ الكتاب بيقول كده، لا تخرج من أفواه، الكتاب بيقول يعني إزاي تخرج كلمة سيئة من لساني؟ بس بعد كده بتبقى سهلة، بقى عادي، وما بقاش يشعر دي خطية. ولما يجي يقف قدام الرب يبقى بيكذب وبيشتم وبعيد عن الرب، بس خلاص بقيت عادي. هو ده اللي أنا بقوله، أنا لما تقع في الإغراء أول مرة بعد كده بتبقى الأمور خلاص عادي. الشهوات الردية في الأول بقت مشكلة، دلوقتي بقت عادي. ما خلاص الناس دلوقتي، وأقول ده للأسف، مرات بقت الخطية، ما الكتاب بيقول الخطية إيه؟ خاطئة جدا. مرات إبليس ما يوقعك في الإغراء، الخطية بقت إيه؟ بقت ما بقتش خاطئة أوي يعني، ما احنا برضو بنصلي يعني،
بيت ممكن بره ممكن اعمل خطيه واجي قدام الرب ولا كاني بعمل حاجه. ليه؟ لانه خلاص ما بقت عادي. انت نقطه ضعفك ايه؟ لو واحد عنده مثلا ابليس، ما انا قلت لك طلبكم، لو نقطه ضعفك المال، والنهارده المال بقى حرب كتير لانه ظروف الحياه بقت صعبه، يبتدي يفتح لك ابواب للرزق. والشيطان واحد مره بيسالني بيقول لي يفتح، قلت له ايوه، قال لي يفتح ابواب للرزق، قلت له ايوه عشان يبعدك عن الرب. يشوف نقطه ضعفك ايه. في واحد عنده نقطه ضعفه المال، مفيش مشكله، ابليس لما يشوف نقطه ضعفك المال يفتح لك السكه. تقولي طب ليه بيعمل كده؟ عشان كل ما يفتح لك السكه وتجيب مال اكتر ترتب حياتك على المال الاكتر، فتبتدي تبقى في مشكله. يدور على نقطه ضعفك. واحد عنده نقطه ضعف انه يحب يسمع الكلمات الناعمه. انتبه النهارده مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بقت الناس تنخدع. ايه خدعه ابليس؟ هو بيدور على نقطه ضعفك، واحنا قلنا ان هو ما يعرفهاش، هو بس بيغريك عشان يكتشف هيحاربك من فين. واحد عنده نقطه ضعفه انه بيحب يسمع كلمات المديح، واحد بيحب يسمع الكلمات الناعمه. والنهارده في وسائل التواصل الاجتماعي للاسف ابليس بيصطاد نفوس كثيره عن طريق يسمعك كلمات ناعمه، ويبتدي انه هو عن طريق دي يصطادك لاشياء غير مقبوله. طب البدايه بدات ازاي؟ يضحك عليك، خلي حد يقول لك كلمات كويسه، يخدعك، يصطاد عواطفك، دي خدعه. طب عايز يعمل ايه؟ ابليس عايز يقودك لاشياء لا يرضى عنها الرب في حياتك، او عايز يخليك تكون علاقات غير مقبوله امام الرب، فيبتدي ابليس يصطاد عواطفك، يخليك تتورط. الاول بدات ايه؟ ما انا قلت لك، ما هنا في خدعه. بدات يقول لك يعني الاغراء، الناس النهارده تحب تسمع الكلمات يعني اللي تكبرها كده، يسمعك. وبعدين تبتدي تقاد في علاقة غير مقبولة، وبعدين تبتدي تتورط، فلما تتورط خلاص بقت مشكلة. اسمع، وانت بتسمع الرسالة دي صلي، لو إبليس بيصطاد عواطفك لأشياء غير مقبولة، قوله يا رب النهاردة يوم انه تكشف ليا خدعة إبليس. وإبليس النهاردة بيسمي الخطايا بأسماء حلوة عشان الناس تقبلها يعني، وبقت سهله النهارده انه كل خطيه احط لها اسم مقبول. يقول لك الشهوه دي شهوه خاطئه، يقول لك لا دي مش شهوه، الشهوه يسميها حب. المخاصمه يقول لك لا دي مش مخاصمه، طب تسميها ايه؟ خدعه ابليس، ما انا قلت لك. المخاصمه يقول لك لا دي مش مخاصمه، دي تجنب، انا بتجنب. والشك يسميه حرص، يقول لك ده مش شك ده حرص، كل حاجة يديها اسم. وحتى الكذب النهاردة، الكذب بقى ايه؟ شوف ابليس يديله عنان ويقول لك ده حكمة. يا سلام، الكذب بقى حكمة، والمخاصمة يسميها دي تجنب، والكسل يسميه راحة، كل حاجة يديها اسم، والنفاق يسميه مجاملة. ابليس يخدع النفوس. لو انت مخدوع ابليس عمال يحط لك مسميات وانت مريح ضميرك، والطموح يسميه حب للخدمه، وهكذا كل حاجه اديها اسم. ولو انت بقى من النوع اللي يعني بتحب الحياه قوي في الارض، شفت مواقف كتير من هذا النوع للاسف، وبعدين تيجي تتعرض احيانا لمرض، فابليس يقول لك ايه عشان يخدعك. حضراتكم يمكن شفتوا في الفترات الأخيرة إن في نفوس كتير بتنخدع وفجأة بتفارق الحياة. إبليس يقول لك المرض ده مش للموت، يعني ما تفكرش في الحياة الأبدية، يخدعك. ما أنت بتحب الحياة، فعشان بتحب الحياة لما تيجي تتعرض لمرض يقول لك خلاص لا معلش أنت هتشفى وهتقوم. ولو أنت عندك حياة روحية إبليس يخدعك، كل حاجة بقى يديها مسمى، يحولها لروتين.
لو انت بتحب الرب وعندك حياة روحية يبتدي يخلي حياتك بقت روتين بقى، وتكتفي بالصلاة، وبقت كلمة الرب دي اللي بتسمعها بقت متعود. والنهاردة الناس اتعودت تسمع الكلام، اهو كلام اهو وعظ، بقى روتين وانت بتسمع الرسالة دي. قول له يا رب لو ابليس بيحاربني وانا مش واخد بالي، قول له لو في حياتي قيود وابليس بيقيدني وانا حاسس يا رب ان انا ماشي في السكه ومش شايفها، ولو ابليس عمال يدي مسميات شكلها حلو لخطايا في حياتي، قول له يا رب النهارده يوم انك تكشف ليا هذه الحقيقه، يوم يا رب انك انت تنور عيني. انا مش بقول لك وعظه، انا بقول لك انك تصلي انه لو في حياتك خدعه او ان ابليس بيدي لك نوع من المسميات للخطايا، انا بدي لك النهارده انك تصلي تقول له يا رب النهارده انا عايز احط المسميات الحقيقيه. الكذب هو كذب ما سموش حكمه، والنفاق ما سموش مجامله، والشهوه الرديئه ما سمهاش حب. حط الحاجات في مكانها الصحيح. والنهارده يكون يوم ان حياتي يكون فيها نقاء، وان اتقابل معاك بالصدق وما هربش زي كل مره. اطلب من الرب النهارده وانت بتسمع الرساله انه حياتي تتجدد، ما بخرجش زي ما انا كده. بل في الرساله الاولى بيقول كده الرب يسوع: طلبكم لكي يغربلكم. طيب وقت الغربله بقى في الرساله الثانيه، وقت الغربله، اسمعني بقى واديني الاصغاء بتاعك. في الاول طلبكم قلناها، بيطلبوا ازاي، وقلنا ازاي يصطاد النفوس. يبتدي بقى ابليس بيغربل. واحد بيقول لي هو في النهايه يعني المؤمنين بيتغربلوا؟ قلت له ايوه، ده المؤمنين اكتر ناس يتغربلوا عشان تبان حقيقته ويبقى فرصه ان هو ينتصر. الغربله دي بس مش عشان تقع. طيب طلبكم وهقول لك الصدق، وفي النهايه استسلمت. يعني وانت بتتغربل تعبت، ما هو وقت الغربله ده وقت ايه؟ كلكم فاكرين الرب يسوع واحنا دلوقتي في فتره الصوم، انه صام 40 يوم، وبيقول الكتاب وفي النهايه حصل ايه؟ جاعه. ايه اخيرا؟ جاع الرب. اهو وقت الغربله بقى، جاع اخيرا، دي وقت الغربله. وعايز اكون صادق معاك انه في لحظات ممكن تكون انت بتحارب، وممكن انت تكون بتحب الرب، بس في لحظات ممكن تكون، ما هو ابليس ينتهز فرصه واحد يقول لك انا لحظه استرخاء. اي مؤمن بيجي له لحظه يقول لك لحظه استرخاء، لحظه ضعف. اما الروح فنشيط، اما الجسد ايه؟ فضعيف. يعني في ضعف. وكل مؤمن، واكون صريح معاك، مهما كانت قامته الروحيه، هو في واحد ما بيتعرضش للحرب؟ مهما كانت قامتك الروحيه، ربما تحت ضغط او تحت ظروف الحياه ممكن تكون ارتكبت خطا. واحد مره بيقول لي انا رب اعطاني قوه وانا اقدر اهزم الشيطان. قلت له طبعا طبعا تقدر تهزم الشيطان. انتبه انتبه، اوعى تستهين بقوه الشيطان. هقولها مره تاني عشان يبقى الكلام واضح. نعم سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. نعم بقوه الرب نستطيع ان نسحق الشيطان، لكن انتبه، واسع ورحب الطريق المؤدي للهلاك. وقدر الشيطان يكسب ناس قليلين ولا كتار، وكثيرون الذين يدخلون منه. عشان نقول الكلام بصراحه، عندما تعطي الرب ان تملكه في حياتك، وانك تستخدم، وانك تعطي فرصه للروح القدس ان يعطيك النصره، الشيطان مهزوم. لكنك انت تقعد وتردد ايات وتقول كلام وانت لا تجاهد، انت لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. يبقى ما تقعدش في مكانك وتقول لي ايات وانت من غير ما تقاوم، ولا بتقرا في الكتاب، ولا بتتعرف على الرب، وتقعد تسمع روتيني وبعدين تقول لي انتصر. ما انت بتضحك على نفسك، وما تستهترش قوه الشيطان. حبائي، واحد مره بيقول لي، كان يعني متخاصم مع حد، فبقول له يعني روح اتصالح. فقال لي لا ما فيش مشكله. قلت له ليه مش مشكله؟ قال لي انا اقدر اتصالح في اي وقت. قلت له تقدر تتصالح في، هنشوف الاستهتار.
بعد فترة بتصل بسأل بقول له الموضوع اللي كلمتك فيه عملت ايه فيه، رحت اتصالحت مع اخوك، رد علي اخوه بقول له عايز فلان، قال لي ابونا للأسف فلان انتقل وساب الحياة. ناس بتستهين، اقدر اترك الخطايا دي في اي وقت، اقدر اترك العادة دي في اي وقت، مش مشكلة، انا اقدر، انا اصلا عندي ارادة. لا 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 لا، ما عندكش ارادة، انا اقدر اعمل ده في اي وقت، ما هو الكتاب المقدس معايا في اي وقت، ما انا اقدر افتح الكتاب المقدس في اي وقت. اوعى تستهين، تستهين تستهين يعني تقدر تقول ما انا اقدر اغلب في اي وقت، اوعى تعمل كده. يوم من الايام حصل ده في الكتاب، ان يشوع استهان بقوة عاي. ايه عاي دي؟ انا اقدر اهزمها، يعني هي حتة بلد صغيرة دي، كانت النتيجة ايه؟ انه انهزم. احبائي وانت بتسمع الرسالة دي قبل ما اكملها، قول له يا رب يمكن انا باخد حياتي مش بالجدية الكافية، وانه انا باخد حياتي اهو ما انا ماشي ومش واخد بالي حتى ان في حرب من الشيطان. طلبكم لكي يغربلكم. حضراتكم تعرفوا موضوع الغربلة، الغربلة بتبقى على اظن طوق من الخشب وعليه كده مشدود سلك، يعني في بعض الفتحات، ياخدوا الحنطة ويهزوها في الغربال ده زي ما بنقول، يرفع الحنطة لفوق وبعدين يعمل ايه؟ يروح نزل بيها لتحت. هو دي عملية الغربلة، الشيطان يعمل معك كده يغربلكم. عارف يغربلكم ازاي؟ الشيطان يطلعك فوق خالص، حدش بياخد باله، يغربلك، حطك فوق في الهواء كده، يقول لك يا سلام انت راجل كويس، انت راجل بتعمل خير، شوف انت بتصوم، انت بتحضر الكنيسه، بتحضر القداس، بتطلعك طبعا كويس كويس، بس خد بالك هو عايز يعمل ايه؟ ينفخ فيك. والناس كتير النهارده بقى تحب ان هي عشان تعظم الرب يحكوا بقى، ورب عمل معايا معجزات ويحسسك كده بقى ان انت راجل بقى، شوف انت راجل بقى بتاع ربنا بقى، بيعمل معاك معجزات ويكبرك بقى، ينفخ فيك، ولا سماء لا سيما يقول لك يا رسام انت خادم للرب، او يقول لك بقى انت رجل الله، ينفخ فيك، او عايز يطلعك لفوق خالص عشان تستهين بقى انت بقوه الشيطان. انتبه، اوعى تنخدع في القصه دي. انت ايه؟ انت في النهايه من تراب، انت ولا حاجه. قديس بولس قال اخاف لالا بعد ما اكون انا كرست لاخرين اكون انا نفسي ايه؟ مرفوض. اخاف ان انا بعد ما اكون انا نفسي كرست لاخرين اكون انا مرفوض. اوعى تستهتر، الغربله كده، الغربله يحسسك بالامان وكده وانت خلاص كله ماشي فيش حاجه وانا فوق، دي الغربله. انا بعمل الخطيه وما بتحصلش حاجه، ما ربنا بيحبك. شوف خدعه، ايوه طبعا ربنا بيحبك، بس هو بيقول لك ربنا بيحبك عشان يخليك تستهين، ام تستهين بغنى لطفه وطول اناته. زي شمشون، عمل ايه شمشون؟ كل مره مستهين بالقوه بقى، شمشون يعمل ايه؟ اخرج حسب كل مره واعمل ايه؟ وانتفض. شمشون بيقول كده، ايه يعني مفيش مشكله، كل مره بقدر اعملها، اخرج حسب كل مره وانتفض، بس هتكون النهايه مشكله وهتكون كارثه عليك يا شمشون. شمشون كان بيقول كده، اوعى تستهين بقوه ابليس، اوعى تقول ما انا بعمل الخطيه دي وما بتحصلش حاجه، اوعى يتهيأ لك ان حياتك ماشيه كده وانت تكون في خاطي وبعيد عن الرب وقاعد تسمع الرساله وفي نفس الوقت تستهين. قبل ما اكمل الرساله قول له يا رب ما تخلينيش من النوع اللي بيستهين بالامور الروحيه، ما تخلينيش رخو في حياتي الروحيه، اوعى تكون رخو، رخو يعني هو ماشي كده بس كل مره بتسمع بس انت بتخرج بالشبكه بتاعتك فاضيه ما فيهاش حاجه، يعني الرخاوه لا تمسك صيدا. في الحياه الروحيه عايزه ناس جادين، مفيش حد سيء على فكره بالمناسبه، يعني اي حد في الحياه حتى لو بعيد عن الرب مفيش حد اسمه انسان سيء،
ما بحبش التعبير ده، تعبير لا يليق. فيش إنسان سيء، بس في واحد حاسس إنه مريض، وإنت لما بتيجي هنا إنت مريض، مكان للمرضى. وكل واحد بيجي وعايز يفتح قلبه ويقول له الرب أنا مريض بيستفيد، لكن إنت جاي وحاسس إن إنت كويس خلاص، يبقى إنت من الرب خلاص، مش إنت مش محتاج له، لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. لو إنت كويس خلاص أمين، مش محتاج للرب. لكن المرضى، طيب واحد مرة بيقول لي ما احنا عارفين، تقول له عارفين ايه؟ قال لي ما احنا كلنا خطاه، هو في حد يعني كويس؟ شوف بقى الكلام، تقول له يعني ايه؟ قال لي يعني ما هو ليس بار ولا واحد يعني، تقول له وبعدين؟ قال لي يعني ما كلنا خطاه، كلام عام يعني. قلت له لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعش. وانت بتسمع الرساله تقول اه انا انسان خاطي، هو في حد يعني ما عندوش خطيه؟ لا لا، الكلام ده ما ينفعش. عايز تيجي للرب ما تقوليش كلام عام. النهارده وانت بتسمع الرساله لازم يكون عندك وضوح، تشاور تقول كده اهي الحته دي الرب بيشاور عليها النهارده، خطياتي امامي في كل حين. الرب بيشاور بيقول لك اهي، لازم تعترف للرب، ما تقولش كلام عام. قلت اعترف للرب بذنبي، وانت رب قد رفعت اسامي. انت جاي وعارف، ولو انت مش عارف وشايف ان كله تمام، قول الرب اكشف لي النهارده، اليوم انك تكشف لي نقطه ضعف، ضعفي فين اليوم يا هاردة يا رب، انك انت تذكرني من اين سقطت، وان النهارده يكون يوم قيام، ما يكونش يوم أنا متعود أسمع فيه، لكن يوم يا رب إن أنا أقوم، إذا سقطت أعمل إيه؟ أقوم، يوم يكون مختلف. واحد مرة بيسألني فبيقول لي بس أنا كل مرة يعني، قلت له بتعمل إيه كل مرة؟ قال لي أنا بروح للرب وأقف قدام الرب وأقول له أنا تايب. قلت له طب كويس، وبعدين؟ قال لي أنا بتوب حقيقي. قلت له طب كويس، بتوب يعني ايه؟ قال لي انا بتوب يعني ان انا بحاول ما اعملش الخطا ده. قلت له طب كويس، انتبه، التوبه ليس معناها ان انت تصبح كاملا، هتظل في مسير التوبه كل ايام حياتك، لان انا بتنقى. مفيش حد مننا يقدر يقول انا بقيت نقي تماما، انا كل يوم بتنقى، وكل ما تتنقى الرب يكشف ليك انك تتنقى اكتر. اسمع بتقول ايه الكلمه، وكل ده غصن ده ياتي بثمر، يعمل ايه؟ يسيبه خلاص بقى بيجيب ثمر، خلاص بقى بيكويس، خلاص بقى ما احنا صلينا، ينقيه لكي ياتي ايه؟ بثمر اكثر. يعني كل مره انا بتنقى، كل مره انا بقول للرب انا بشكرك لانه اليوم النهارده انا بنمو. ولو انا مش بكبر كل مره، اصل في الحياه الروحيه مفيش حاجه اسمها تتوقف، تتوقف ترجع لورا على طول، لا، توبه كل مره تجديد. انا كل مره بنمو في معرفه الرب. طب بيحصل ايه لما انمو في معرفه الرب؟ كل ما بعرف الرب اكتر، ما قديس بولس كان طول الوقت يقول لك لا اعرفه، يعني انت ما عرفتوش كل ده؟ يقول لك لا 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 لا، ده انا كل ما اعرف الرب اكتشف نفسي اكتر على حقيقتها، وكل ما اعرف الرب اكتشف ان انا في نقائص وانا عايز اتنقى. نعم احبائي، مش مشكله انك انت تسقط، مش دي القضيه، مش دي القضيه، لان الفرق ايه؟ اسمعني، لان الصديق بيقول كده في سفر الامثال، لان الصديق يسقط كم مره في اليوم؟ 7 مرات بس، انتبه، ويعمل ايه؟ ويقوم. طب يقول لك اما الاشرار، ده الفرق بقى هنا، ما الاثنين بيسقطوا، اما الاشرار فيحصل ايه؟ فيعصرون بالشر. ده الفرق. يعني عايز اقول لك ايه؟ انه يكون عندك الاتجاه، هو طريق النصره ايه؟ طريق النصره ان عندي اتجاه القيام من السقطه، هو ده. يعني الرب وهو انت قاعد في الكنيسه النهارده بيقول لك افتح قلبك. يعني ايه افتح قلبي؟ واحد بعيد عن الرب ما بيفتحش الكلمة،
هو بيجي ويسمع بس ما ملوش علاقة مع الرب. فيبقى عنده اتجاه النهاردة ان يفتح قلبه ان يرجع البيت يقول له رب النهاردة عندي اتجاه ان ابتدي اقرا في الكلمة بتاعتك يا رب، النهاردة عندي اتجاه ان انا اقوم يا رب، النهاردة انا عندي بدأ يكون عنده الاتجاه. في واحد بقى مش مشغول بالموضوع، يعني ايه؟ في واحد ينام مش مشغول انه يقوم، اهو هنا المشكلة. وانت بتسمع الرسالة قول له يا رب اديني النهاردة ان يكون جوه قلبي الروح دي، ان انا ما يكونش عندي روح الاستسلام او عندي روح التراخي او عندي الاستهانة. اديني يا رب ان بسرعة اذا سقط اقوم ويكون عندي هذا التوجه. النهاردة الرب عايز النفوس دي. البرود في العلاقة الروحية خطير جدا. البرود، لست حارا ولست باردا، خطر، اخطر حاجة البرود في الحياة الروحية. لك تخليك تسمع بس ما تستفيدش. رب عايز واحد ما انت بشر وتقول لي انا ضعيف وبتعرض للسقوط. طيب فيش مشكلة تتعرض للسقوط، تتعرض لحرب الشيطان، بس الرب عايز ايه؟ عايز يشوف واحد قلبه من جوه حار بيصرخ. لما تحس انك بعيد عن الرب انا مش مرتاح، قلبي بيصرخ وعايز ارجع. وعايز انبهك لحاجة وارجوك اسمعني، كل واحد جواه صرخة من الروح القدس بيصرخ جواك. اسمعني، كل مؤمن عرف الرب حقيقي جواه صوت بيصرخ. كان بيقولوا عن يوحنا المعمدان ايه؟ صوت ايه؟ صوت صارخ. اهو جوه كل انسان صوت بيصرخ لا يحل لك. طول الوقت تسمع كده في صوت جواك يقول لك لا يحل، صوت عمال يصرخ. طب ايه الفرق؟ الفرق ان واحد اذنه بقت حساسه يسمع الصوت، واحد تاني اعتاد الصوت فاصبح غير مؤثر بالنسبه له. في واحد الصوت يصرخ جواه يقول له انت ما صليتش النهارده، قوم صلي، قوم كلم الرب، قوم اصرخ للرب. ينام ولا كانه سمع حاجه. وفي واحد تاني يستجيب لصوت الصراخ. انت جواك صرخه، روح القدس بيكلمك لا يحل لك في الموضوع ده. اهو الرب عايز يشوف ناس تصرخ، ده اللي بيحرك ايد الرب. اهو ده الفرق. واحد مره بيقول لي يعني انا بعيد عن الرب، قلت له عايز تقول ايه؟ قال لي اصل انا حاسس بحاجه. قلت له حاسس بايه؟ قال لي اصل انا بعيد عن الرب بس حاسس ان الرب مش عايز يجيبني. قلت له انت بتضحك على نفسك. قال لي ليه؟ قلت له ما لازم عشان يجيبك الرب يسمع انك بتصرخ. انت بتضحك على نفسك، انت بتقول كلام. يعني ايه بتضحك على نفسك؟ انت مش بتصرخ، انت مش بتصرخ. انا قلت لك الرب عايز يشوف نفوس بتصرخ. لو انت اسمعني، اسمعني كويس، لو في امور بتجذبك الى اسفل وحسيت انك انت كل شويه عمال تغرق، برضو مش دي المشكله. المشكله انت بتصرخ ولا انت عاجبك الحال. تذكروا حضراتكم بطرس الرسول لما بدا يغرق عمل ايه؟ بطرس صرخ، قال ايه؟ يا رب ايه نجني، صرخ. يقول ايه؟ ففي الحال مد يسوع يده على طول. بس عايز الصرخة من القلب. لو انت تكون حقيقي، مفيش واحد يقدر يغلب الخطية طالما ما عندوش رغبة. واحد مرة بيقول لي ابونا صلي لي. قلت له طيب نصلي لك عشان ايه؟ قال لي انا عندي خطية وعايزك تصلي لي عشان اغلبها. قلت له لا، ده لو صلى لك العالم كله انا اصلي لك، بس دي مش دي القضيه. يعني في ناس كده بتريح ضميرها. يعني ايه بتريح ضميرها؟ كل ما تقابل حد صلي لي، تقابل حد من رجالات الله، من الكهنه، من الخدام، صلي لي. على فكره ده مش المشكله فينا، ده مش غلط، بس هو بيخدر ضميره بالكلام صلي لي. قلت له لو اجتمع العالم كله ويصلي من أجلك وأنت لا تريد أن تحرك قلبك وليس لك رغبة حقيقية ولا حتى آسف يعني في التعبير وفهموني صح، ولا حتى الرب يسوع نفسه، لأنه حتى الرب يسوع
قبل ما بيعمل معجزة بيقول له ايه؟ أتريد ايه؟ أن تبرأ؟ عايز؟ لو مش عايز محدش يقدر يغيرك، لأن دي محبة. لو أنت عندك الرغبة النهاردة الحقيقية الرب يحررك. لو ما عندكش رغبة وعمال تقول أما اسمعليش أصلا أنا محتاج صلاة، أصل صلوا لي الناس بتضيع وقت، أنا أبونا نفسي أقرأ في الكتاب المقدس بس صلي لي عشان أقرأ في الكتاب المقدس. قلت له يا سلام، لو عايز تقرأ في الكتاب روح بيتك النهاردة وافتح الكتاب. لو عايز تغلب الخطية روح بيتك النهاردة وخد قرارك. رب عايز يشوف ناس كده، عايز ناس تصرخ أصله ما حدش بيشجعني، من الناس حواليا حدش بيشجعني. ده وقت بارتيماوس الأعمى يصرخ يا يسوع ابن داود ايه ارحمني. يقول الكتاب ان الناس عمالة تسكته، ناس كتيرة بيقول كده، انتهره كثيرون عشان يابس. هو حد بيشجعه؟ طب حصل ايه؟ ازداد، يقول كده الكتاب، صرخ اكثر كثيرا يا يسوع ابن داود ارحمني. هو الرب عايز كده، عايزك النهاردة من كل قلبك، مش كلام، الموضوع مش صراخ ولا تعلية صوت، لكن عايز يشوف نفوس من قلبها بتطلب الرحمة وعايزة تتغير حياتها. هذا المسكين صرخ، بيقول كده كتاب والرب استمعه. لو انت حاسس ان عليك ضغط، الضغط ده عشان عايز يخليك انك تصرخ النهاردة للرب وتقول له يا رب انا هقول لك الصدق. ايه الصدق؟ انا يا رب بحبك بس انا حاسس يا رب ان انا مش قادر اعمل ارادتك. عندك ارادة، قديس بولس بيقول الارادة حاضرة عندي بس مش قادر. طب محتاج ايه؟ محتاج انك تصرخ للرب. قديس بولس صرخ في يوم من الايام قال ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت. نفسي النهاردة من كل قلبك قول للرب ساعدني ان الصرخة اللي جوايا دي تكون حقيقية، انا نفسي اصرخ من قلبي ان تتغير حياتي، تتغير حاجات في حياتي. صرخ الابن الضال في يوم من الايام، صرخ وقال انا اهلك جوعا، صرخ قال انا عايز اقوم اروح عند ابي وارجع. نفسي من كل قلبي النهارده وانت بتسمع الرسالة، من قبليك صرخ ناس كتير، دول اللي بتتغير حياتهم، اللي بياخد حياته بجدية. صرخ داود ارحمني كعظيم رحمتك ومثل كثرة فتك، بيقول كده امحو اسمي. وانت بتسمع الرسالة عايز اكون صادق معاك وهقول لك الحقيقة، الرب يسوع وانا بكلمك هو حاضر في هذا المكان الان. انا مش بقول كلام من عندي، انا بقول كلام الكتاب. الرب يسوع حاضر في هذا المكان. لو ليك رغبة حقيقية ان تتغير حياتك النهاردة، يسوع موجود، الروح القدس في هذا المكان، انه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع، بيقول كده حين يسمع الأموات. الأموات هنا المقصود الأموات بالخطية، يعني اللي في حياتهم صغرة، اللي في حياتهم في حاجة ميتة. حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون، اللي عايز يسمع بس يحصل لهم ايه؟ يحيون، ياخدوا حياة. لو عايز تسمع أنا بقول لك الرسالة وانت حر. في ناس للأسف يا ما سمعوا من الرسائل وبيقولوا بكرة، أنا مش عارف بكرة ده يكون وضعه إيه، لكن الكتاب بيقول انتبه اوعى تغامر، اسمعها، بحياتك الروحية. أقولها مرة تاني، اوعى تغامر، مش بس بحياتك الروحية، اوعى تغامر بحياتك الأبدية. تغامر يعني ممكن، انت عارفين المغامرة يعني ايه؟ لما واحد يعمل مغامرة يقول لك ممكن اكسب وممكن اخسر، يعني المغامرة فيها كده، يقول لك ما هدي مغامرة. يعني ايه مغامرة؟ يعني مش عارف، ممكن اكسب وممكن اخسر. واحد يجي يعمل مشروع يقول لك في نسبة مغامرة، تقول له يعني ايه نسبة مغامرة في المشروع؟ يقول لك يعني ممكن اخسر، بس الحياة الأبدية ما فيهاش مغامرة.
ما فيهاش مغامرة، لأن الخسارة فيها خسارة أبدية. مش كده وانت بتسمع الرسالة دي؟ بيقول كده في سفر الجامعة: قلب الحكيم يعرف الوقت. قلب الحكيم يعرف الوقت. وانت بتسمع الرسالة دي النهاردة يوم، ماش قلت لك مش بقول لك وعظ، بس يوم انك انت تبتدي حياتك انك تاخد خطوة، مهما كانت في ضعف او مهما كانت الامور معقدة في حياتك انك تاخد خطوة. قول له: يا رب النهاردة انا كل مرة عايز اخد خطوة، بس بقول يعني لسه في وقت. انا بقول لك خد خطوة النهاردة، انا بقول لك خد خطوة النهاردة، وخد الامر بجدية، وقول له: الرب ساعدني ان حياتي النهاردة تختلف، ما تعيش حياة كده وبس. في الحياة مع الله ما ينفعش انك انت تمشي كده وبس، هو ماشي كده في الحياة وهو بنيجي وهو بنسمع، لا 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 لا، الحياة مع الرب ما ينفعش كده. حياة مع الرب ان كل يوم بتحضر، لانه هو دي الرسالة، انه بيحضر الكنيسة لتكون عروس بلا عيب، ومحدش مننا خالي، بس انت كل يوم بتتحضر. وان مجيء الرب بيقول كده ان يأتي كلص، محدش عارف، محدش بيعرف. كل يوم للأسف، كل يوم، وانا بقول تقريبا كل يوم، مفاجأة نسمع: فلان انتقل. فلان ده، طب ده صغير يعني ولا كبير؟ يقول لك: لا لا، فلان ده صغير، ده عمره صغير. طب ده فلان ده، طب يعني كان تعبان يعني؟ قال لي: لا 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 لا، ما كانش تعبان. طب لا، بس كان مريض، يمكن كان بيروح للدكتور يعني للطبيب. قال لي: لا 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 لا، ما كانش بيروح ولا حاجة. ولا حاجة. حدش يعرف. لما جي الرب يقول كده الكتاب: يأتي بغتة. حدش يعرف. تضحكش على نفسك كده وانت بتسمع الرسالة. قول: يا رب أشكرك لأن النهاردة يوم إنك تنبهني وتوقظ حياتي، وإن النهاردة يا رب يكون يوم تجديد في حياتي، ويكون يوم أتعرف عليك بطريقة جديدة. الرسالة الأخيرة وهختم: ولكني صليت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وده الهام بقى في الموضوع. صليت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. ده وقت انا بشكر الرب، لانه كل اللي قلته لك في الاول، اذا ما كانش فيه ايد الرب ما حدش يقدر ينتصر، حدش يقدر ينتصر بقوته، مين يقدر؟ لكن انا بشكر الرب ان الرب كل يوم بيقول لك: انا بصلي من اجلك عشان تنتصر. وقت الضعف انا محتاج ايه؟ انا محتاج ايد تسندني. الكتاب بيقول كده: ملجأنا اله يعقوب. وقت انا يعقوب المخادع هعمل ايه؟ انا عايز حد يسندني. الرب بيقولك: ما تقلقش، وقت الضعف لما تروح لي انا هسندك. لو انت بتسمع الرسالة دي، وانت بتسمع الرسالة حاسس ان امرك معقد، عارفين لما يجوا يصطادوا السمك، حضراتكم اكيد شفتوا المنظر ده، فيجوا الصيادين يرموا شبكة، فبعدين يحصل ايه؟ السمك كله يروح ايه؟ يجري ناحية الشبكة، وكل ما يحاول السمك يتخلص من الشبكة تمسك فيه الشبكة اكتر. فالكتاب بيقول لك: ما تقلقش، حتى لو انت كده يعني امرك اتعقد، تقلقش، بس لما تصرخ زي ما كنت بقول لك من شوية، وتحط عينك على الرب وتقول له: يا رب. الكتاب بيقول كده: لانه يخرج رجلي من فين؟ من الشبكة. هو يقدر يطلعها، بس انت يبقى عندك الرغبة. اوعى ابليس يحاربك النهاردة مهما كانت حياتك. انا قلت لك الرب بيصلي من اجلك. انا قلت لك ان في اول الكلمة قلت لك لا تستهين بقوة ابليس، بس النقطة بقى المكملة: اوعى ابليس يحاربك ويكذب عليك. هو قوي لكنه ليس الاقوى. انتبهت انا قلت ايه؟ ابليس قوي لكنه ليس الأقوى. أنت الأقوى. قوة الرب، الكتاب مش كلامي أنا، مش أنا اللي بقول الكلام ده. نعم له قوة، بس لازم تعرف كمان إن إذا أنت التجأت للرب النهاردة، قديس يوحنا بيقول كده: إنكم أقوياء. اسمع للآية صح، اسمع للآية صح. إمتى؟ بالكلام،
بالآيات أردد آيات كده وملهاش أساس عندي وأقول كلام. إنكم أقوياء إزاي؟ وكلمة الله الكتاب بيقول كده قدس يوحنا ثابتة فيكم. طب لما تبقى كلمة الله يعني إيه ثابتة فيكم؟ أنا مش كلمة الله أنا حافظها كده من الكتاب وآيات. كلمة الله يعني واحد هو مؤمن بالكلمة وبيعيش الكلمة. يعني الكلمة حية مش كلمة ميتة جواه. كلمة حية. أنتم أقوياء أنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة. طب لما يحصل كده أنا بقول لك الصدق وقد غلبتم الشرير كده تغلبه. أنت بعرف أنك تغلبه. عايز أقول لك حاجة. لو أنت بتتحارب بإبليس بسقوطك المتكرر. مشكلة النهاردة أنه ناس بتقول نحن نحارب لكننا نسقط سقوطا متكررا. أنا بسقط سقوط متكرر. عايز أقول لك حاجة. مهما كان سقوطك متكرر إذا كان عندك هذه الرغبة اليوم أنك تقدم قرار بينك وبين نفسك وقدام الرب أنك تأخذ خطوة للأمام أنك تقاوم أنك تقاوم لا تستسلم. قاوموا إبليس. يعني مقاومة مش يوم مش مرة. قاوموا يعني يقصد استمرار المقاومة. وعايز أقول لك حاجة واسمعني كويس قوي عشان أنا بختم. أوعى عندما تتعرض لنقطة ضعف إياك أن تظل تتحصر على نفسك. هذه خدعة إبليس. عارف يعمل إيه؟ أول ما تتعرض لنقطة ضعف يخليك تقعد تتحسر على نفسك. هو أنت ما بتتغيرش بس أنت بس بتقعد كده الشعور بالذنب. في ناس بتفكر مرة واحد بيقول لي أنا طول الوقت حزين على نفسي. فقال لي أنا يعني برضو بيجي لي راحة. قلت له بيجي لك راحة إزاي؟ قال لي يعني كل ما أحس كده لما ما أعمل خطية يعني وأشعر كده يعني بالحزن جواي بس هو ما بيتغيرش. يقول لي أنا ندمان هو ما بيتغيرش بس يقول لك يعني الحزن بيريحني. هذه خدعة. دي خدعة. طب ما هو حارب ما دي كانت حرب يهوذا. حاربه إزاي؟ خلاه يحزن على نفسه بس وخلاه يقعد يحزن ويندب بس ما التجأش للرب. لكن بطرس راح للرب. مش كده وانت بتسمع الرسالة دي لو إبليس بيحاربك وهقول لك حاجة غريبة جدا اسمعني. تعرف إبليس يعمل ايه؟ إبليس يضيق لك الباب. ده هو الباب ضيق بس خد بالك يضيقه ازاي. ما هو اصلا الرب بيقول ادخله من الباب الضيق. بس اسمعني إبليس يعمل ايه؟ يضيق لك الباب. بس في خدعة في الموضوع. مرة واحد بيسألني بيقول لي يا أبونا أنت دايما يعني الرب بيقول وأنت دايما بتقول يعني في ناس كتير بتهلك. قلت له أيوة بس اسمعني أنا عندي هذا الإيمان. قال لي إيه؟ قلت له الكتاب بيقول إيه؟ اسمعني. قال بيقول إيه؟ قلت له الكتاب بيقول يترك 99 ويذهب يروح يدور على إيه؟ على الخروف الواحد الضال. صح؟ مش بيقول كده؟ قال لي أيوة. قلت له يعني 99 كويسين أمال ليه الحكاية؟ قلت له 1% ده بالنسبة للرب عدد كبير جدا لأنه الرب مش عايز ولا نفس تهلك وإن هلاك نفس دي حاجة كبيرة. محدش يقدر يعرف يعني إيه هلاك نفس غير لما نطلع فوق. محدش يقدر يقول يعني إيه خسارة نفس لما تخسر السماء لما نطلع فوق. أيوة في 99 بس إن نفس واحدة ده خسارة كبيرة جدا. مش كده وانت بتسمع الرسالة دي اشكر الرب انك تكون من 99 دول. والنهاردة يكون يوم بكل صدق خد الرسالة دي بجد مع نفسك. انا خلاص خلصت الرسالة بتاعتي. قول له يا رب انا عايز النهاردة اكون حقيقي معك. انا نفسي النهاردة يا رب ان تكون صرختي طالعة من القلب. مش اهو بقول كلام وهو رب ما انت عارف وهو كلام ما بيوديش ولا بيجيب. لا انا عايز النهاردة تاخد قبل ما تخرج تنسكب عليك رحمة وشفاء الرب. يوم من الايام صرخ إفرايم توبني فايه فاتوب يعني اعدني اليك. انت ترجعني انا مش عارف ارجع فاعود. يقول كده كتاب حنت احشائي اليه
برحمة أرحمه يقول الرب. احنا هناخد وقت للصلاة النهاردة. الرب بيحط قدامك، تفضلوا الفريق الكورالي تفضلوا انت. النهاردة هيكون عندنا فرصة وانت بتسمع الصلاة، من فضلك من فضلك انا اصلي معك النهاردة، وعايز يمكن تعمل ده لأول مرة في حياتك. عيش لحظة صدق مع نفسك وخد الأمر بجدية. أنا مش هقول لك وعظة ولا هقول لك كلام، خد لحظة صدق. قال غمض عينك من فضلك وانحني معايا. يا أبونا السماوي، أنا بشكرك لأنه اليوم يا رب خلاص نفس واحدة أمامك، يجعل السماء ترتج فرحا عندما خلصت السامرية. يقول الكتاب ان ارتجت البلد. نفسي من كل قلبي بهدوء كده غمض عينك في الثواني دي وقول يا رب انا كل مرة باجي وبخرج زي ما انا، قول له يا رب انا بديت ابسط في الخطيه، قول له بديت افكر ان انا ما عنديش خطيه اصلا، قول له النهارده يوم يا رب انه انت تشاور على الخطيه وانا عليا ان انا افتح قلبي. لو انت من فتره طويله ممكن تكون تشوف تسمع العظات لكن بعيد عن الرب، يعني القلب بعيد، يعني ممكن يكون الجسد قريب، يعني ممكن يكون الجسد قاعد، ممكن يكون الجسد في الخدمة، ممكن يكون الجسد في الكنيسة، ممكن يكون الجسد شكله مع الرب، لكن القلب مشغول. الناس اللي قلبها بقي مشغول ونسيت الحياة الأبدية. افتكر حاجة، كل يوم الرب منتظرك، كل يوم الرب منتظرك، واقف على الباب منتظر اليوم انك انت ترجع حقيقي. ولما ترجع حقيقي بعد كده الامر هيبقى سهل خلاص، مش هتكون معصوم من الخطأ، بس هتكون عندك توجه ان خلاص انك بقيت تحت حماية الرب. خلاص الخطية بقت عابرة، تنفطها على طول وتقوم. خلاص بقي قلبك حساس، خد قرار النهاردة فضلك، خد قرار انه حياتي تتغير. تعال للرب قل له يا رب انا مش جاي ارجع لك، قل له انا تعبت حياة الفطور. لو حياتك فاترة فطور خطية، لست باردا ولست حارا لانك فاتر هكذا، كأنه يقول له رب عايز اتقيأك، يعني مش مقبول قدام الرب. ما تكونش فاتر. تعال النهاردة للرب، تعال للرب وقول للرب كده أشكرك لأن اليوم أنت فاتح أحضانك أنك تستقبلني زي الأب اللي كان منتظر رجوع ابنه. خد قرار الآن، أقوم وأمضي إلى أبي. تعال للرب، اسمع كده الكلمات دي قول رب أشكرك لأنك أنت بتكلمني، مش أبونا اللي بيتكلم، روح قدس بيكلمك. أيوة أنت روح قدس بيكلمك أنت بشاور عليك، أنت مش حد تاني، أنت رب جابك أنت عشان تسمع الكلام ده. اسمع الكلام ده وصلي. Baby.
الصلاة، فضلك أرجوك فضلك خذ الأمر بجدية. أنا بكلمك من قلبي، خذ الأمر بجدية، تخرجش من فضلك، فضلك متخرجش زي ما أنت. لو أنت حاسس إن أنت عندك من جوه مرارة، عندك خصام، عندك شهوات رديئة، بتقع في خطايا الزنا، بتقع في خطايا الكذب، بتقع في خطايا العينين اللي بتنظر حاجات مش كويسة، العينين اللي بتنظر حاجات غير مقبولة أمام الرب، لو أنت ماشي في سكة مش مقبولة أمام الرب، لو عندك علاقات مش مقبولة أمام الرب، اليوم يوم، اليوم يوم، إذا سمعتم صوته، ده الرب اللي بيقول مش أنا، إذا سمعتم صوته من فضلك، من فضلك لا تقسوا قلوبكم، قسيش قلبك. ما حدش هيعرف يرجع إلا لداء المرارة. خطية بتمرر، اللي ما دقش المرارة مش بيعرف يرجع خلاص. لو أنت حاسس إنك محتاج ترجع للرب، ترجع حقيقي، رجوع حقيقي للرب، زي الابن الضال ليه تسيب بيت أبوك وتبعد. النهاردة يوم جديد في حياتك، قول رب أشكرك لأن مكتوب كده، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. لو أنت عندك حياتك كانت برية، النهاردة يوم تدخل مية وترويها، يوم يصنع الرب أمور جديدة في حياتك. كل قلبك النهاردة اوعى تخرج زي ما أنت في البرودة، ما تخرجش زي ما أنت، تخرج زي ما أنت، لأنكم لا تعلمون ما يكون من أمركم غدا. ناس ياما سمعت الرسالة دي واستهترت، لا تعلمون ما يكون من أمركم غدا، تعرفش بكرة. ياما ناس استهترت، وياما ناس لآخر لحظة بتستهتر وتسمع كلمة الرب. من فضلك ما تستهترش، ما تستهترش، من فضلك تعال للرب لو أنت صادق. قول رب أنا جاي مريض لا يحتاج الأصحاء، قول له أنا من المرضى دول، أنا من المرضى دول، أنا جاي يا رب النهاردة عشان أشفى. أنا قول له رب أنا تعبت من البعد، قول له الخطية بهدلتني، قول له كده بصراحة، قول له أنا بمثل قدام الناس، قول له أنا راجع لك النهاردة. اسمع الكلام ده وتعالى للرب، اسمع وصلي. جاي لك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في أنيني، جاي لك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في أنيني، دورت معاي البعض يا سيدي واتمني الأخير من الصلاة. من فضلك، في لحظات بتبقى فاصلة في حياة الإنسان، في لحظات اسمها لحظة تقرير المصير. لا تغامر عندما تقرر مصيرك، لا تغامر. أرجوك اقف معايا كل الشعب، أنا هصلي معك، اقف معايا كل الشعب. أنا قلت لك الرب عايز نفوس تصرخ، خطية تجرح، خطية بتجرح،
مش عارف ايه خطيتك. الخطية نعم طرحت كثيرين جرحى. لو انت مجروح من الخطية، لو انت حاسس ان ما عندكش جروح خلاص، بس الرب جاي عشان يشفي الجراح. لو انت ما عندكش خلاص امين، قول له الرب النهاردة انا جاي لك، مش بعد ما ابقى كويس، انا جاي زي ما انا. اوعى تصدق ابليس لما بيقولك لما تبقى كويس تبقى تروح تصلي، لما تبقى كويس تبقى تروح تحضر القداس، لما تبقى كويس تبقى تفتح كده. اوعى تصدقه، دي خدعه. لا تعالى زي ما تعالى يا رب كده، قول له يا رب انا زي ما انا جيلك انت، انا ما اعرفش اغير نفسي. تعالى للرب النهارده كده، بس افتح قلبك. اتريد ان تبرأ؟ تعالى زي ما انت، زي ما انت بالمرض بتاعك، تعالى بالجروحات بتاعتك، تعالى زي ما انت بجروحات، زي ما انت كده باللبس بتاعك. قول له رب انا جاي بلبسي اللي مش نظيف، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطياتي، طهرني. قول له رب النهارده انا هاجي زي ما انا كده. قول الكلمات دي بالايمان من فضلك، ما تقولش احنا مش بنرنم كلام، رنم كلمة الحقيقة اللي تطلع من قلبك، وحتى لو ما كانتش حقيقة قول له الرب خليها تبقى حقيقة في قلبي باسم يسوع المسيح. عايز كل الشعب يرنم معايا باسم يسوع. يقطع كل حبال وقيود عليك النهاردة، من أجل المسحة يتلف كل نير عليك وعلى حياتك، كل أحمال جاية عليك وكل تعب وكل أمراض في اسم الرب يسوع. شفاءات تحدث باسم القدير يسوع. قل له عني أحمالي بتشيل،
تعالى بالقلب المنكسر الذي لا يرفضه الله. قل له جاي لك بقلب ذليل قدام قلبه منكسر. قل لك شيل عني حمل السنين، شيل البصمة اللي حطها إبليس عليا، بصمة الموت، وحط إيدك عليا بملكية جديدة. أنا جاي لك قلب ذليل، عني أحمل تشيل، وفي جنبك أقوى دليل، بتردني بالكلمة. أنا جاي لك، أنا جاي لك قلب ذليل، عني أحمال بتشيل، ارفع الأحمال عني الليلة. تسليم من فضلك، انا برجوك تقف وانت مسلم. لو عايز ترفع ايدك ارفع علامه التسليم، قول انا مسلم لك رب، مسلم لك، سلمتك سيدي نفسي والكيان، قول له لك روحي لك جسدي، انا بتاعك من النهارده. ياللي سامع في كل مكان في بيت ربنا وعشاشات، قول انا بتاعك من النهارده، لست للعالم ولست لذاتي، ولست أحيا مرة أخرى للخطية ولكن لمجدك. مكتوب وهو مات لأجل
لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. قل يا سيدي املأ قلبي، املأ قلبي بالحب، املأ قلبي بك، حقق لي ذا المطلب النهاردة. الكلمة اللي انت اديتها لنا النهاردة ثبتها فينا. مكتوب خرج الزارع ليزرع فجاء بعض على الطريق وأكلته الطيور. قل له أنا مش دولة. جه في وسط الشوك. قل له أنا مش شوك ولا الأرض المحجرة. أنا مش عايز أبقى دي،
أنا عايز أبقى أرض جيدة النهاردة. قول أنا جاي لك يا رب، جاي لك، جاي لك. يا اللي جبتني من المزابل أنا جاي لك. يا اللي هتصنع لي اسم جديد وتخليني خليقة جديدة أنا جاي لك يا رب. أعيش ليك يا رب وأحيا لمجدك. خد قرارك النهاردة تعيش لهذا الإله. والكلمة اللي سمعتها قل له قلبي رهين كلمتك رب، قلبي رهين كلمتك. النهاردة بتقول لي إبليس بيغربلك لكن أنا سندك، مش هتقع على الأرض لكن هتقع في إيدي أنا القدير. Yeah.
مشتاقين نشوفك رب وعينينا تتكحل بجمالك. كم واحد من قلبه كان بيقول امين تعال امين تعال؟ كم واحد قلبه مليان شوق وحنين لمجيء هذا الفاد العظيم؟ يا رب تعالى تعالى نشوفك، تتكحل عينينا بجمالك وانت جاي تاخدنا. منتظرينك حسب وعدك يا رب، منتظرينك بشوق وحنين يا رب، منتظرينك. أمين تعال يا حبيبنا، تعال أرواحنا بتناديك يا كنيسة المسيح. انتظري انتظري سيدي جاي، هو جاي هو جاي هو جاي. خلي الرؤية دي قدامك وانت واند فانتظرها، تأتي اتيانا ولا تتأخر. عينيك هتشوف جمال الفاني وألام هذا الزمان الحاضر، لا تقاس بالمجد المعد لينا، المجد العتيد أن يستعلن في مجيء هذا القدير. صوت البوق ومساحة
شعبك بارك في مراسك، رعاهم واحفظهم في الإيمان القويم، كللهم بالمجد والكرامة كل أيام حياتهم، اجعل في المحبة التي تفوق كل شيء والسلام الذي يعلو كل فهم، بشفاعة سادتنا والد الله القديسة الطاهرة مريم وبركة الصوم الأربعين وكل مصاف القديسين أمين. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك وثبت لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. يبارككم الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. الله الآن
يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.